مايكل بلتع من مبقة فيفا بفندق المارينا يحييكم ويسره أن يلقي على مسامع البلاغر أهم وآخر الأنباء عبر إذن شركة الاتصالات فيفا. بيونس آيرس سيول أم الهبان كراع المر برج أولمبيا الشاهد قربنا فندق المارينا موقع الحدث. قامت السلطانة.com حفل استقبال للمساقة المدونين والمدونات الأحياء منهم والأموات في مقرها الكائن بفريج.com، حيث تقدم المدعوين السيد داندرما وحرمه بوتمبا اللذان حضرا باكرا وناما بصحن الشوكليت فوندو والمرموسة بالكيو 8 بانانا. مراسلنا النشط البلوغي.com معنا من موقع الحدث السيد البلوغي، كيف هي الأوضاع في إيفنت فيفا؟ نعم الأوضاع جميلة جدا، الأجواء مرعبة للمنظمين لأن الضيوف على مستوى عالي ويدونون كل التفاصيل أولا بأول 24 AM. نعم أشكرك، ولكن يبدو أنك نايم بالبوفيه وما فيك نسم تكمل التقرير. مرة أخرى، ويبدو لي أن مراسلنا البلوغي في غيبوبة غذائية ويحتاج كيويت بينج ليقدم التقرير. آني ويس البلاغرة وهي على وزن العباقرة ذهبوا إلى قاعة هايكويت.com ليجدوا أبو فلان.com متسمتا في بشته في كورنر ديوان 360 وسمعوه يتمتم بكلمات لم نسمع منها إلا يحفيني بلوك سكبا بوي المباركية دير روميو بينا كون وماركب يلا لا تبقى. ومن جانبه الأيمن صرح نمول أنه تصافق مع فرناس.com ودخلوا في عملية تخطيخ.com حتى تدخل كميل بالموضوع وأرسلهم إلى محكمة هورنت.com، ولا تزال الأمور محفوسة بسبب تعرض المدعوين لكيو اي ترين حتى ساعة إعداد هذه النشرة. إلى هنا انتهى المجلس. محدثكم مايكل بلتا من قاعة الفندق مقر إقامة موقع فيفا للمدونين، يتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة وسعيدة. شكرا فيفا. عفوا يا احبائي البلاغرة. حسيت اني بالاذاعه ما تقدر. رجعنا لكم مره ثانيه مستمعينا، بس لا قاعد نسكر.